المشروع اللي اتعرض ولا اي حاجه. على فكره هي اشتغلت في 4-5 اعمال لغايه دلوقتي، ولا اعرف حاجه عنهم، ولا اعرف مين مخرجينهم، ولا مين منتجينهم يعني، ولا اتعاملت معاهم، ولا انا فيهم. انا بتفاجئ زي الجمهور، اما شفت الفيلم شفته اول مره زي الجمهور. فهي واخده خطها كده لوحدها وعارفه هدفها، وانا سايباها. احنا كلنا اتربينا كده على الحريه، وكل واحد يختار حياته زي ما هو عايز من غير ما حد يوجهه. من اليابان ومن ألمانيا ومن فرنسا ومن مصر، كلها أفلام هايلة. طبعا الفيلم المصري كان مشارك في مهرجان فينيسيا، فده شيء رائع، اللي هو فيلم صاحبتي. كان في فيلم فرنساوي كمان كان مشارك في مهرجان كان. يعني أفلام على مستوى عالي، لأنها دخلت مهرجانات كبيرة، وتاني عرض ليها عالميا أو في الشرق الأوسط لأول مرة في مصر، فكلها أفلام حلوة. الهام صفري دي عاملة نجاح جامد قوي، بس أنا عايز أعرف أهم نصيحة أنت بتقدميها لها. صدق هي ملهاش دعوه بالنصايح، هي عندها دماغها ووعيها وثقافتها وحبها لفنها، وهي تمشي. يعني انا مش هوجهها. اجمل اطلاله ليكي من اول المهرجان والناس بتشيد بيها لحد دلوقتي ايه؟ اي واحده مش عارفه. طب نتكلم عن اطلاله النهارده بقى، دي هتجنن اصلا. دي ديزاينر مصريه اسمها فرح والي، عامله لي حاجه فرعونيه. ده فرعوني يا جماعه، واضح ان التطريز زياده. لازم تلمي شعرك عشان الرسمه الفرعوني. فعجباني قوي. بقى في ديزاينر مصريين الحقيقه هايلين، انا بقول برافو فعلا. حلو جدا، ميرسي.